بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنتكلم يا جماعة عن مميزات جوجل ونكمل مع بعض المميزات الجميلة إن شاء الله تنفعكم. وأول حاجة هي موضوع الأتراكشن أو الأماكن الجذابة اللي ممكن تشوفها في المدينة اللي أنت رايحها. تخيل معايا إن أنت رايح مثلا مصر كسايح، مثلا أنت مثلا أوروبي أو أنت خليجي أو من أي مكان في الدنيا ورايح مصر وتحديدا القاهرة، وعايز أعرف إيه الحاجات الجميلة الموجودة في القاهرة. العادي بتاعي ان انا اسال حد السلام عليكم وعليكم السلام، انا عايز مثلا مكان جميل اروح، وطبعا هتلاقي ناس عارفه وناس مش عارفه، هتلاقي ناس عنده مكان بالنسبه له حلو بالنسبه لواحد تاني مش حلو، تختلف الاراء في الموضوع ده. لكن لو انا سالت جوجل مش هيكسفني، هقول له اتراكشنز كايرو، هقول له انا عايز الاماكن الاتراكتيف او الاتراكشنز الموجوده في كايرو، الاماكن اللي ممكن انا احبها هناك او الجذابه. زي ما انت شايف ايجيبشن ميوزيم، المعهد عفوا المتحف المصري، خان الخليلي، جامع محمد علي، الكنائس المعلقه، اهرامات الجيزه، جامع الازهر. زي ما انت شايف كل حاجه، الازهر بارك، حاجات كتير جدا من الحاجات الجميله اللي ممكن تشوفها هناك. شايفين كله بالشكل ده. ممكن اكتب الكلام ده في اي بلد مش بس كايرو. ممكن انا مثلا رايح مكه، اول مره في حياتي اروح مكه، رايح ازور بيت ربنا، ربنا يكرمكم ان شاء الله كلكم وتزوروا الكعبه، بس انا ما اعرفش حاجه في مكه غير الكعبه، عايز اشوف في حاجات ايه تاني هناك عشان ازورها باذن الله. فزي ما كتبت في كايرو كتبت مكه، جاب لي مسجد الحرم والكعبه وجبل النور والبلاك ستون اللي هو الحجر الاسعد والاماكن كلها، ماونت عرفات يعني جبل عرفات، وكل الحاجات اللي انت محتاج تروحها هناك. الميزه دي لو مش موجوده كان هيجيب لك بس مقالات ناس كاتباها، واحد راح مكه وكتب لك ايه الحاجات الجميله هناك وكده على سبيل المثال. طيب انا عايز اقول له اتراكشن رياض مثلا، انا رايح الرياض جالي شغل هناك وانا مش عارف ايه الحاجات الموجوده هناك اللي هي الحاجات المميزه. جاب لي هنا الناشونال ميوزيم اللي هو المتحف القومي، المتحف القومي السعودي مثلا، يعني يمكن ما فيش اماكن كتير زي الموجوده في كايرو. طبعا هتلاقي الاتراكشنز دي بتزيد جدا لما يكون انت كاتب بلد سياحيه او مثلا مدينه سياحيه كبيره زي مثلا اسطنبول او اي حته في تركيا زي اغادير مثلا. كل المدن دي هتجيب لك فعلا اماكن كتير جدا سياحيه، يعني الاتراكشنز دي هتوفر عليك قصه ان انت تسال والكلام ده كله. نيجي لحاجه من الحاجات الجميله موجوده في جوجل، وهي تليفونك لو ضاع. التليفون بتاعك لو ضاع تقدر تسال جوجل تقول له لوكيت ماي موبايل. لوكيت ماي موبايل بيعرف لك التليفون بتاعك فين بالظبط على الجوجل ماب بالشكل ده، بيقول لك كونتاكتنج اهو، وبعدين بيجيب لك اللوكيشن. ومش بس كده، لا انت كمان بعد ما يعمل له لوكيت، طبعا يا جماعه عشان الماب بس ما حدش يشوف معلومات الماب كلها، تقدر تعمل رينج للتليفون تخليه يرن بالشكل ده. دوست على الرينج حالا هتسمعوا صوت التليفون. يعني مش بس تعمل له لوكيت، لا كمان بتخليه يرن. دي ميزه من المميزات الموجوده في اي تليفون دلوقتي، ان يحط لك ابلكيشن يقول لك فايند ماي موبايل او فايند ماي فون، وموجوده في الايفون وموجوده في السامسونج. لكن ان جوجل يقدمها لك كده من غير اي تطبيقات او حاجه ويعتمد على اللوكيشن بتاعك اللي انت اصلا مسجله، دي حاجه من الحاجات الجميله اللي بتكمل خدمات جوجل. ان شاء الله تكون ميزه تعجبكم. نيجي للصور بتاعتك اللي على الكلاود. الصور بتاعتك اللي انت مخزنها على الكلاود الخاص بجوجل ممكن تعرضها هنا من غير ما تدخل على اي مكان. زي ايه؟ زي ان انا اقول له ماي فوتوز. الصور بتاعتي هنا طبعا رفعت شويه صور كده عشان تشوفوها بس مش اكتر. دي الصور الموجوده على الكلاود او متخزنه على الكلاود عندي في جوجل. وفي ان انا اقول له ماي بيكتشرز مش بس ماي فوتوز، الاثنين هيدوك نفس النتيجه، ماي بيكتشرز وماي فوتوز. طبعا علشان لو انت حابب تشوف الصور دايركت هنا من غير ما تحتاج ان انت تدخل للجوجل كلاود، علشان مثلا تنجز وقت موجود عندك في البحث ان انت توصل للموضوع على طول. نيجي لموضوع الناس بتحب تعرف عمر المغنيين او عمر المشاهير، مش لازم مثلا رئيس دولة، اي شخص في الدنيا انت بتحبه عايز تعرف عنده كام سنة او مات هو عنده كام سنة. بكتب كلمة age وبعدها اسم الشخص. تعالوا نقول مثلا age ونكتب مثلا على سبيل المثال اي حد في الدنيا، ام كلثوم مثلا. انا كتبت له age ام كلثوم ونشوف. كتب لي ام كلثوم عندها 76 سنة، مولودة في 1898 وماتت في 1975، وطبعا معلومات عن ام كلثوم في الويكيبيديا والاغاني بتاعتها والكلام ده كله. ممكن تكتب طبعا اي شخص مشهور، وهسيبكم طبعا تجربوا الميزة. ميزة من المميزات الموجودة في جوجل، ما تحتاجش منك ان انت تفتح الكوماند لاين مثلا بالشكل ده وتكتب مثلا if config او ip config عشان تجيب الاي بي بتاعك،
ادخل جوجل مباشرة واكتب ماي اي بي، بس كده. ماي اي بي هتكتبها يجيب لك الاي بي بتاعك محطوط قدامك من غير اي برامج، من غير اي مواقع، من غير اي حاجة، عشان لو انت حابب تبقى عارف الاي بي بتاعك وتديه لحد لو بيعمل معاك كونتاكت او بيعمل معاك اي حاجة تحتاج الاي بي بتاعك. نفترض ان انت وصاحبك بتلعبوا لعبة اللي هي بنسميها احنا في مصر ملك وكتابة، اللي هو السورة او الكتابة اللي برضو بيسموها في بلاد عربية سورة وكتابة. لو معاك عملة معدنية تحذفها وانت تختار ملك وهو يختار كتابة وتشوفوا مين اللي هيكسب. جوجل بيقدم لك الموضوع ده عن طريق ان انت تكتب فليب اكوين، بس فليب اكوين هيجيب لك طبعا ميزة فليبنج، شايفين بيلف الكوين. ونستناه، دوست فليب انا تاني، لف العملة وجاب لك الشكل ده. ممكن انا الف طبعا تاني براحتي زي ما انا عايز، وكل واحد فيكم بيكون مختار حاجة من حاجتين وتشوفوا مين فيهم اللي هيكسب، مرة دي مرة دي، يعني انت وحظك. نفس القصة برضو، ميزة تاني من مميزات نفس العملة دي لكن حجر الطاولة اللي هو حجر النرد، الزهر. تقول له رول دايس، تعمل رول لحجر الزهر اللي هو الحجر بتاع الطاولة، بيعمل رولين جاب لك 4. تعمل رول تاني هيجيب لك طبعا رقم تاني بالشكل ده. كل مرة تعمل رول هيجيب لك رقم مختلف طبعا عاد تاني، او هو على حسب حظك. يعني دي حاجة من باب الفن كده، ممكن تنفعك ممكن ما تنفعكش، بس عشان تكون عارف ان هي اتس اكزيست، يعني حاجة من الحاجات الموجودة. عايز تشوف شكل جوجل سنة 98، اكتب جوجل ان 1998 وشوف موقع جوجل كان شكله ايه زمان. ده كان شكل موقع جوجل زمان وانت بتبحث، طبعا فرق شاسع. السنين اللي فاتت شايفين الشكل اتجدد بقى حاجة تانية، الجرافيك، المنظر، الخطوط، التقسيمة، الموضوع طبعا بقى مختلف تماما. يعني لو انت حابب بس تشوف بتكتب الجملة دي في البحث، دي حاجة من حاجات الفن انت تاخدها كده من باب الشكل مش اكتر. نيجي للناس بتوع الدايت، الناس اللي بتقيس السعرات الحرارية او الكالوريز موجودة في الاكل، عايز يعرف كل اكلة في الدنيا فيها قد ايه سعرات حرارية، التفاحة فيها قد ايه كالوريز، الموزة فيها قد ايه كالوريز. الناس اللي هي بتعمل دايت يعني تحفة ما شاء الله وماشية بالمسطرة، هينفعهم جدا جوجل في الموضوع ده عن طريق ان انت تدردش معاه وتقول له how many calories in an apple، التفاحة فيها قد ايه كالوري. على سبيل المثال قالك فيها 52 كالوري، طيب كل قد ايه؟ ما هو التفاحة فيه تفاحة كبيرة وتفاحة صغيرة. بتقول له النوع مثلا تفاحة، الكوانتيتي او الكمية 100 جرام، ممكن اقول له واحدة ميديوم مثلا 182 جرام، ممكن اقول له هنا 242 جرام، يقول لك فيها قد ايه كالوري، ومعلومات بقى عن كل ما تتخيله، الفيتامين ايه والكالسيوم والفيتامين دي والحاجات دي كلها. في حالة ان انت واحد يعني ما شاء الله استاذ في الدايت وعايز تاخد معلومات جامدة، هنا يجيب لك الموضوع كله. ممكن اقول له بنانا مثلا، يقول لك النوع بنانا الموزة فيها 89 كالوري لكل 100 جرام، لو الموزة مثلا 225 جرام او مثلا اي وزن تاني يقول لك قد ايه كالوري، ومعلومات طبعا هنا عن كل ما تتخيله عن الموز والكلام ده كله، ويجيب لك حاجات اللي الناس بحثت عنها، الاورنج والباينابل الاناناس الابل، يجيب لك الحاجة الناس تبحث عنها عشان لو انت طبعا حابب تتابع. تشوف مثلا التفاحة بدل الموزة تكتب مثلا اورنج مثلا 47 كالوري وهكذا، تقدر تعرف السعرات الحرارية من هنا. يعني جوجل صديق ليك في الموضوع ده وهيساعدك جدا لو انت داخل في الدايت. نيجي لموضوع الشروق والغروب، عندنا ميزة من مميزات جوجل اسمها سان رايز. سان رايز بتقول له الشروق هيكون الساعة كام في البلد اللي انت فيها. سان رايز دي معناها هيجيب لك البلد اللي انت فيها، هو ما يعرفش انت عايز بلد ايه. طب انا عايز سان رايز في بلد معينة، اقول له سان رايز ان ايجيبت، الشروق في مصر الساعة كام، يجيب لك الساعة كام والنهاردة ايه والكلام ده كله. يعني اليوم 16 نوفمبر الشروق الساعة 6:21 وهكذا. نفس القصة السان رايز في السان سيت، زي ما في الشروق طبعا في الغروب، الساعة 4:58 بالليل يعني الساعة 5، ولو جيت قلت له بس السان سيت هيجيب لي الغروب هنا في البلد اللي انا فيها دي الساعة 5:06، وطبعا النهاردة 16 والرياض، ويقول لك المكان كمان اللي انت عايش فيه.
اخر حاجة عندنا ان شاء الله في المميزات بتاعت الفيديو ده حاجة تخص المصممين، او معنى صح الناس اللي بتحب الكالرز او تجيب الكود بتاع الالوان في الويب. طبعا في الويب ديزاين بتكتب هيكس كالر، هيكس كالر بيجيب لك الالوان البانل اللي فيها الالوان كلها بالشكل ده، ومش بس كده بيجيب لك اللون الهيكس بيتكتب ازاي، والريد جرين بلو والاتش اس في والاتش اس ال والسي ام واي كي، كل انواع الالوان بيجيبها لك هنا. يعني اروح على اللون يجيب لي كل الانواع بتاعته هنا، من غير برامج، من غير مواقع، من غير اي حاجه في الدنيا. الموضوع ده موجود في جوجل كروم، لما تيجي تعمل انسبكت على اي عنصر بيجيب لك المعلومات دي، لكن هنا تقدر تقول ان هو ادفانسد شويه. ممكن انا اكتب كود الالوان دايركت على فكره في جوجل، ممكن اقول له شباك اف اف 0000 اللي هو اللون الاحمر، هيدخلني عليه على طول زي ما انت شايف، ويجيب لي المعلومات التانيه بتاعته اللي هو الريد جرين بلو بتاعه ايه هو، واللون ال HSVA وال HEXA وال CMYKA. يعني لو انت حابب يكون عندك لون معين وعايز تجيب الريد جرين بلو بتاعه يجيبه لك من هنا، بدل ما تروح بقى الموقع وتقول له حول لي الهكس للريد جرين بلو والكلام ده كله. يا رب يا جماعة المميزات تكون عجبتكم ويكون فيها معلومات جديدة عليكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني بإذن الله، وشكرا.